بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم علينا كلنا وعلى الأمة الإسلامية. أشهر أماكن بيع فوانيس وزينة رمضان تحت الرابعة وحي الخيامية والسيدة زينب. جولتنا النهاردة في شارع تحت الرابعة. الشارع ده موجود في منطقة باب الخلق والدرب الأحمر وبينتهي عند حي الخيامية، وبيبدأ من شارع بورسعيد جنب مديرية الأمن وينتهي في حي الخيامية. الشارع ده تقريبا كله فوانيس ومستلزمات وزينة رمضان، والأسعار هناك مناسبة وأقل من بره. أسعار الفوانيس المتوسطة تتراوح من 100-150 ل 600 جنيه، ولكن تصل في الأحجام الكبيرة ل 3000 جنيه. شارع تحت الرابع يستحق الزيارة، وأجواء رمضان فيه جميلة جدا، وشوادر الفوانيس من أول الشارع لآخر. إن شاء الله الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش التفاعل وما تنسوش الاشتراك بالقناة، واللي أول مرة يشوفنا وحابب يشوف جولتنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يصل كل جديد. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. Thank you.
Thank you.